اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على القناه. الناس الاول مره تشوفني يا جماعه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات الموجوده على القناه. لو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. من المعروف يا جماعة ان تقشير الوجه والبشرة يعتبر من اهم طرق التجميل لعلاج جميع المشاكل الخاصة بالبشرة بصفة عامة. بعد نجاح سلسلة الفيديوهات الخاصة بالداء النشواني ومشاركة المتابعين لتجاربهم الشخصية بالمتابعة معايا، انهالت عليا الاسئلة لطرق التخلص من الداء النشواني البقعي الجلدي. من اهم الطرق اللي اتسالت عليها يا جماعه، ناس بتحب تستفسر عن تقنيه اسمها تقنيه نيو اميلان العالميه لعلاج التصبغات الجلديه. هل يا دكتور التقنيه دي مفيده فعلا للتخلص من الداء النشواني؟ كمان في ناس تداولت على في التعليقات بتاعه القناه على كريم اسمه ديمسو لعلاج تصبغات الداء النشواني. في الحلقه دي يا جماعه هنعرف حقيقه تقنية نيو أميلان وحقيقة كريم ديمسو لعلاج تصبغات الجلد الخاصة بالداء النشواني البقعي الجلدي. خليكم معايا ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد فاصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هي تقنيه نيو اميلان العالميه؟ التقنيه دي يا جماعه تعتبر نوع من انواع التقشير البارد، والتقشير البارد ده يا جماعه بيسموه بتقنيه نيو اميلان العالميه. الاستخدامات بتاعه التقشير البارد بصفه عامه طبقا للدعايه بيعالجوا بيه يا جماعه تصبغات الجلد، بيوحدوا بيه لون البشره او بيعملوا التبييض، يعني من الاخر يعتبر تقنيه متعدده الاستعمالات. بيعالجوا بيها الكلف، بقع العمر، بيعالجوا بيها الوحمات والشمات والنمش، وبيصغروا بيها المسام، وبيتخلصوا من الرؤوس السوداء، بيتخلصوا كمان من تصبغات الجلد الناتجة عن الشمس وكمان ندبات حب الشباب. كمان بيستخدموها في تقشير منطقة البكيني، تقشير منطقة العانة والشفرين، تقشير الكوع وتفتيح الركب، كمان بيستخدموها في تقشير اليدين، وبيعالجوا بيها غمقان الجلد مكان الالتهابات، خاصة يا جماعة منطقة الابطين والهالة وحلمة الصدر. كمان بيعالجوا بيها فرط التصبغ المستحس بالهرمونات زي التصبغ المرتبط بالتغيرات الهرمونية اللي بتحدث أثناء الحمل. طيب يا جماعه، ايه هي طريقه عمل هذه التقنيه؟ التقنيه دي يا جماعه، ويا ريت مرضى الداء النشواني يركزوا معايا، التقنيه دي بتظبط الانزيمات المسؤوله عن عمليه انتاج الميلانين الداكن، وبتحفز انتاج الميلانين الفاتح، وبتمنع تاكسد انزيم اسمه التيروزين. فالانزيم ده بيمنع، لما يتمنع التاكسد بتاعه بيمنع انتقال الميلانوسومات اللي هي الخلايا الصبغيه الغامقه للخلايا الكيراتينيه فوق عند سطح الجلد، وبالتالي تقضي على الغمقان، وكمان بيقلل الافرازات الدهنيه وبتحفز الكولاجين. طب ايه هي انواع التقشير البارد؟ في تقشير اسمه ديرما ميلان، تقشير الاميلان، تقشير كوزميلان، وتقشير السايمل، وتقشير ميلان. مين الناس المرشحه ان هي تعمل هذا النوع من التقشير البارد بجميع انواعه؟ اول حاجه لازم الشخص يكون لا يعاني من اكزيما، ما عندوش صدفيه، ما عندوش حروق شمس، عدم وجود حساسية تجاه الأسبرين والحليب والبصل، لأن من ضمن مكونات المنتجات دي يا جماعة اللي بيستخدموها في عيادات التجميل الحليب والأسبرين ومية البصل. طب يا جماعة، إيه هي مكونات المنتج بالإضافة للي احنا قلناه؟ بيتوفر المنتج يا جماعة على هيئة ماسك أو كريم مقشر، بيحتوي على حمض الكوجيك وفيتامين سي وحمض الإيزاليك ومادة الريتينول بالميتين. طب ايه النصائح اللي بينصحوا بيها الناس قبل الجلسات؟ لازم يحط واقي للشمس لمنع الحروق قبل الجلسة، كمان لازم يحط، ما يتمنع ان هو يحط كريمات الكورتيزون، عدم التعرض الطويل للشمس، نتجنب انه يشيل الشعر بالطرق التقليدية علشان نمنع التهاب الجلد زي مثلا استخدام الشمع او الكريمات المزيلة للشعر على الاقل لمدة اسبوعين قبل الجلسة. كمان يا جماعة بيمنعوا استخدام كريمات اسمها الريتينويدز او اللي فيها فيتامين ألف قبل الجلسه بخمس ايام.
طب الطريقة بتروح العيادة، لأن المنتجات دي بتتباع في العيادة فقط أول مرة عشان تقدر تاخدها من عيادات التجميل. بيحط الطبيب كمية مناسبة من الكريم أو الماسك على المنطقة اللي عاوز يقشرها، وبتفضل لمدة ساعتين لست ساعات. المدة دي بتختلف يا جماعة باختلاف الحالة وعمق التصبغات اللي موجودة أو اللي عايزين نعالجها. بعد كده بيغسلوا المكان بمية فاترة بدون ما نستخدم أي غسول وجه. بعد كده في المنزل بيديك طبعا المنتجات دي، بتروح بيها البيت، بتعمل ايه؟ مرتين في اليوم الصبح 6 ساعات، وتسيبهم على وشك يعني او على المنطقة 6 ساعات، وبالليل كمان 6 ساعات، يعني مرتين في اليوم. الكلام ده لمدة اسبوع. بعد كده هتعمل مرة واحدة في اليوم لمدة 6 ساعات، هتسيبه على المكان اللي انت عاوز تقشره لمدة اسبوع. بعد كده هتعمل مرة كل 3 ايام. الكلام ده كله هيستمر اسبوعيا لمدة 6 شهور. طيب دكتور، ايه هي اهم النصائح اللي بينصحوا بيها الناس بعد الجلسة؟ برضو لازم يتجنب الشمس ويستخدم واقي شمسي، ولازم يتم استخدام مرطب بعد التقشير، وبينصح بتجنب الليزر وتجنب ان يحط مية سخنة على المكان اللي تقشر لمدة 3 ايام. في حالة ان الشخص يكون مقشر الجسم كله، بينصح بارتداء ملابس قطنية عشان يمنعه ويقلله التعرق، وبالتالي يمنع جفاف الجلد. طيب النتائج بتاع التقنية دي، بيبدأ التقشير بتاع المنطقة بعد اسبوع، وبعد اسبوعين بتظهر البشرة عندك فيها نضارة وفيها وبتبقى كده مشدودة ومتوهجة. طب هل في اي مميزات للتقشير البارد؟ طبقا للدعاية بيقول ان هو مناسب لجميع الاجناس والاعمار ومناسب لجميع انواع البشرة، لكن هل في موانع لاستعماله؟ طبعا يا جماعة، ممنوع ان انا احط المنتجات دي حوالين العين، ممنوع ان انا استخدمها في الحمل والرضاعة. طب دكتور، ايه هي حقيقة نتائج المنتجات دي في علاج التصبغات؟ اول حاجة يا جماعة، المنتجات دي بتقشر بس التصبغات المتوسطة، يعني ما بيعالجش الندبات العميقة، ولا يعالج العلامات بتاعة تقدم البشرة، وكمان ما بيعالجش النمش. هو ممكن يقلل اللون بتاع النمش، وخلي بالكم ان هو بيسبب احساس بالوخز واللسعة واحمرار الجلد. طب يا جماعة، بالنسبة للتكلفة والأسعار، عشان الناس أكيد بتسأل على الموضوع ده، ده بيختلف باختلاف البلد وشهرة العيادة، والتكلفة الإجمالية بتاعتها بتختلف على مساحة المكان اللي انت عاوز تقشره. متوفر بس يا جماعة في عيادات التجميل فقط في السعودية، الكريمات دي والمنتجات دي بتصل من 1100 ل 1300 ريال سعودي، في الكويت بتصل قيمتها ل 100 دينار كويتي، في الإمارات بيصل إلى 1150 درهم إماراتي، في مصر عندنا بيوصل المنتجات دي سعرها من 4000 ونص ل 7000. العيادات اللي موجودة في مصر بتستخدم هذه التقنية، عيادات لايف وعيادات وان كلينيك عندنا هنا في مصر. أما في السعودية في جدة موجودة عيادة اسمها جي سي كلينيك. في معظم العيادات يا جماعة زي ما قلت لكم، بيتم إعطاء منتجات اسمها ديرما ميلان هوم باك، ودول عبارة عن 3 منتجات بتاخدهم معاك البيت وبتستخدمهم في البيت. أول منتج ديرما ميلان تريتمنت، تاني منتج ميلان ريكفري، تالت منتج ميلان 130 بيجمنت كنترول. كمان يا جماعة في بعض العيادات بتدي مقشر أسباني اسمه ديرما ميلان دي بيجمنت ميديكال تريتمنت. كمان في ديرما ميلان انتيميت تريتمنت، ده بيبقى حاجة كده مخصصة للمنطقة الحساسة والبكيني وحوالين فتحة الشرج والفخدين والعانة والمنطقة القربية. لكن يا جماعة، كل تقنية التقشير البارد طبعا مكلفة جدا، لأن أولا لازم يكرر العلاج لمدة 6 شهور زي ما قلت لكم، دي مدة العلاج، ولازم يكرر كل سنة تعمل نفس الطريقة 6 شهور بنفس الأسلوب اللي احنا قلناه. لكن حقيقة بتعمل التقنية فقط على الأعراض ولا تعالج الأسباب الجذرية للتصبغات، بل فقط تعتبر مظهر جمالي للجلد. لذلك عاجلا أم آجلا سيعود مظهر الجلد لسابق عهده كما كان. وبالتالي يا جماعة، لمرضى الداء النشواني التقنية دي ليس لها علاقة ولا تعالج الداء النشواني. تاني حاجة حابب أقولها، إن في التعليقات ناس قالت إن في كريم راحت لبعض الأشخاص ادوها كريم اسمه ديمسو لعلاج تصبغات الداء النشواني. أول حاجة، الكريم المرخص تحت الرمز ديمسو ده كريم يا جماعة مخصص للعظام، ولا يوجد أي ترخيص بكريم اسمه ديمسو لعلاج تصبغات الداء النشواني. الكريم اللي تم السؤال عنه هو عبارة عن
كريم جلدي من الواضح انه تركيبة عشوائية من كريمات الكورتيزون وكريمات تفتيح، والدليل عدم توفره عند سؤال الشخص على هذا الكريم، مش متوفر الا عند شخص واحد فقط اللي هو بيبيع هذه التركيبة. هل هذه الخلطة فعلا مفيدة للداء النشواني؟ هقول لكم على حاجة. مرضى الداء النشواني او الداء النشواني عموما يعتبر مرض داخلي بالدم بيحدث نتيجة ترسيب بروتين الأمايلويد. لذلك يا جماعة لا داعي للدعاية المضللة، لا توجد كريمات او جلسات خارجية تمنع ظهور تصفغات الداء النشواني. فالداء النشواني مرض ذو منشأ داخلي، ولابد من التعامل مع المرض بشكل جذري وليس خارجيا، وذلك لمنع ترسب البروتين في اعضاء الجسم الحيوية والتأثير على وظائفها. كمان يا جماعة رسالتي لمرضى الداء النشواني، لا تتركوا المرض في اجسامكم، بل تابعوه بشتى الطرق للتخلص منه قبل فوات الاوان. رسالتي في القناة توعية صحية سليمة، أتمنى من خلالها تغيير وعي العالم تجاه الصحة، وأتمنى وجود شخص على الأقل في كل بيت لديه وعي صحي حماية من الاستغلال وحفاظا على صحة الناس. لا تنسوا متابعتي على صفحة الصحة والتخسيس على الفيسبوك، ولا تنسوا متابعتي على صفحة التيك توك. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبنا الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. شكرا لكم، كان معكم دكتور حنس حشمت، ألف سلامة.